نتواجد اليوم في الأغوار الشمالية وتحديدا في منطقة خربة الدير المحاذية للحدود الأردنية. هذه المنطقة ذات أراضي خصبة وغنية بالينابيع، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الحدودي الذي جعلها مطمعا صاف للاحتلال ومستوطنيه. هجر الاحتلال عام 67 معظم أهالي خربة الدير، ليتبقى فقط 8 عائلات تقاوم مطامع الاحتلال ومستوطنيه. خربة الدير طبعا أكرم مستوطنة عليها عندك محولة، وثاني مستوطنة عندك شد موت محولة. هذول المستوطنتين واحدة منهم زراعية وواحدة منها استيطانية، كمان استيطان بس كله يعني بختلف عن المزارعين. هذول المزارعين هذلك مستوطنين. احنا إلنا ساكنين هنا تقريبا أكثر من 20 سنة في المنطقة هاي. طبعا هاي الخربة تاريخية كانت ساكنينها عدة عائلات في 67 وما قبل 67، إلا أنه تهججوا أصحابها وأهليها في 67. قسم منهم راع الأردن، قسم منهم راع العين البيضاء، قسم منهم رجع على طوباس. فكانت هاي الخربة مهجرة، كانت هاي الخربة طبعا تحتوي كل المزارعين اللي موجودين في المنطقة. كان بوجود فيها دكانتين، كان في عندها برضو مطحنة يجي يطحنوا فيها الناس من الأردن من هين ومن هين. فكانت هاي البلاد عامرة في أصحابها وأهليها، إلا أنه لما أجى الاحتلال في 67 تهجدت هذه البلاد، ظلت خالية لا تقريبا. تا أنا أول جيت على المنطقة هاي كان فيش حدا نهائيا، يعني كان هنا ممنوع في الزمن السابق أي مزارع بده يطيح على أراضيه يغير مي لأرضه يشوف مزرعته، ممنوع يطيح من بعد المغرب وراء إلا تيروح على مستوطنة محولة يسلم الهوية تبعته، وما بعد يجي على مزرعته يغير مي يسمد يشتغل فيها طبعا في الليل، وما بعد ما يخلص يرجع المستوطن يسلم هويته. إلا أنه تطورت الأمور وتحسنت الأمور للأحسن. جيت أنا هين الناس كانت شجعت، الناس ضلت تروح تيجي، المزارعين نسبة مزارعين برضو تشجعوا في المنطقة اللي هين. إلا أنه في تخوفات من المستوطنين ومن الجيش ومن اليهود بشكل عام بيحاولوا يضايقوا علينا. يعني أنا بالنسبة للمراعي كان لي مراعي في منطقة عين الساكوت، كنت طرع فيها واروح واجي وما شاء الله، وحاولوا كل المحاولات من قبل الجيش من قبل الشرطة يبعدونا او يحتجزونا في المستوى في المعسكرات للساعة 12 في الليل واحدة في الليل، الا انه الناس بتعيش. رغم هذا ظلت الناس مستمرة في هذا الحكي. اجونا في موال جديد حطونا سموم في نص المراعي، جابوا مادة سفسان يحطوها بنص المراعي بنور احنا ما نشعر. مرة من المرات راح لي 18 راس غنم، وتقريبا قبل حوالي 4 أشهر قتلوا لي أنا 30 راس غنم، قبل حوالي 12 يوم كمان 12 راس غنم. فكل المحاولة يعني المزارعين هنا بشكل عام ثروة حيوانية أو مزارعين قاعدين بتعرضوا لمضايقات من قبل المستوطنين على أساس يرحلوهم من البلاد. حتى في الآونة الأخيرة من العام جاي أجوا استحاض حاولوا يسيطروا على منطقة الينابيع تاعت المي، كل ما في نبع مي وان ما في بركة مي يعملوا قعدات لشمات الهواء للسياحة شغلات زي هيك، وعملوا لها دعاية على أساس يلموا كل المستوطنين اللي في المنطقة ويحاولوا تدريجيا من خلال المضايقات إنهم يرحلوا الناس فينا. يعني من ضمنها مثلا تكسير الطاقات الشمسية، سرقة المواتير تاعت المي، إلى الطرمبات سرقوهن، حتى المحولات تاعت الكهرباء سرقوها، الخيام اللي بيقعدوا فيها الناس في السكاكين اجوا في قبل فترة الاعياد في السكاكين شرحوها كلياتها. ورغم هذا الناس برضو صامده، برضو المزارع النبتي حتى النبتي ما سلمتش منهم، يجوا في التركترونات على البطيخ على الشمام يطلعوا عليها يخربوا على الناس. ورغم هاي كل الصعوبات الا الناس
صامده في ارضها ومجبوره تصمد في ارضها لانه هذا مصدر عيشها وبدها تعيش. احنا برضه هين في نفس الوقت بحاولوا يديكوا علينا في المراعي، يسكروا علينا المناطق، بتيجي علينا اوقات مثلا انه نقعد اسابيع واحنا مثلا في الحواش يعني في الحظاير ممنوع نطلع نهائيا. ليش؟ لانه بيسكروا علينا المناطق خاصه في ايام الربيع. اي منطقه بتروح عليك بقول لك منطقه عسكريه، باخذ ابني او باخذ ولاد اثنيني على النقطه العسكريه للساعه 12 في الليل، واحده في الليل، تا بعدين الله اعلم اي ساعه يفلتهم. ورغم هذا احنا صامدين والحمد لله رب العالمين. احنا يعني بنحيي كل انسان فلسطيني بيحاول يعزز صمودنا في المنطقه، بيحاول يعني يقدمنا او يساعدنا او يقف معنا. بيجي الجيش. بالجيش ما بيعملناش شيء. الجيش بس بتفرج، اذا الشغله اذا الوضع لصالح المستوطنين بضل واقف معهم، واذا شاف الشغله لصالح العرب مستعد برضه يقف معهم علينا. والله يا اخي احنا من عنا وش من المستوطنين بدايكين علينا كثير المنطقة هاي الى دخول وخروجنا المنطقة الساكوت، يعني لما يمسكونا بقعد ساعتين وحاجين يفتشوا في السيارات يفتشوا فينا وين رايح وين جاي وليش رايح وليش طالع وليش فايت. وهذاك عن حدود حدودنا اليهود المستوطنين هون، وفي الليل مفر في الليل هون عميطنا ونلقاهم فجونا من هون وبدايكوا علينا وين رايح وين جاي، يعني كلها رعب وخوف يعني الحياة. بيجوا عملية استفزاز، بيجوا يستفزوا فيك، يعني بيصير يرفع حواليك في فوطة وطلع نظرات خوف للشباب واللي عندنا هون خوفوهم في الليل، بيجوا وفي النهار كمان بيصير يفر حول الدور وبين الدور. أما ممنوع تتحرك، ممنوع تعمل ساكن أو ترك ساكن، بدك ترك قاعد ساكت، عملية خوف يعني خايفين. شوف هنا مي ما عندهم يعني من المغرب، بس مي محدودة يعني لا تكفي في الزراعة، يعني مي بسيطة يعني. يعني ثمن الصيف هنا لأن الأراضي أغلب المزروعات تتلف من كثرة المي، بس مرات بقطعوها عننا، بقطعوها ساعات طويلة يعني أو أيام بقطعوها عننا على المنطقة هاي. ولما تجيب باقة تشتر هنا ممنوع تبحث فيش، تجيب باقة خط مي انفصل ممنوع تجيب باقة هون بحملوه بأخذوه، يعني كل شغل معاناة شغلنا هون. ممنوع تبحث بيرهن؟ ممنوع تسوي أي شيء، ممنوع تحرك اي ساكن، يعني اكثر ما تمشي مع الطريق او تكون في شغلك يعني في صعوبه كمان. اما انك تجيب جرافه مثلا تقول بدي اشتغل ابحث او بدي اشتغل شيء او بدي اضبط خط مي ممنوع. والله قدت مرات كامل كم سيت على الدار وفتشوا الدور هون، فوت الجيش فتش، والله مره اجوا وفتشوها في فاتوا الدور فتشوها هون وهون ممنوع، شو بيسوي هون وشو بيسوي السيارات حرروا لنا ياهن الدور فوتوا فتشوا لنا ياهن كلابون كلاب الجيش. شو فيه يعني ما أقولك شو فيه ولا أسألك شو فيه إيش، بس عملية استفزاز. قالت الأونروا أنه وبالتزامن مع احتدام الحرب في قطاع غزة تدور بالضفة حرب أخرى لا يلاحظها أحد، حرب تطهير عرقي تتجلى هنا في الأغوار تسابق الأيام لترسيخ المشروع الاستيطاني الإحلالي، فتطرد المواطن الفلسطيني صاحب الأرض ليحل مكانه مستوطن يسرق كل شيء ليصبح مشروعه أمرا واقعا. يعني نحن نواجه طبعا في منطقة الأغوار الفلسطينية ككل مشروع استيطاني جديد بدأه الاحتلال عام 67 والآن تزيد وتيرته في مناطق عديدة من الأغوار. نحن نتكلم عن أكثر من حوالي 46 مستوطنة وبئر استيطانية منتشرة على كل الأغوار، نتكلم عن أكثر من حوالي 27 معسكر ونقطة عسكرية في مناطق الأغوار. نحن نتكلم عن 82% من الأغوار الآن تحت سيطرة الاحتلال، وبالتالي ما يجري طبعا في مناطق الأغوار هي سياسة حرب صامتة يشنها الاحتلال وفق معايير معينة يقودها المستوطنين من أجل بسط نفوذهم على كل الأغوار الفلسطينية.
الفلسطينية. عندما أتكلم عن الأغوار نحن نتكلم عن سلة الغذاء الفلسطينية التي بدأت تتهاوى تحت ضربات الاحتلال الموجعة من قبل المستوطنين. نتكلم عن عمليات تجفيف للينابيع، ينابيع المياه الفلسطينية لصالح الاستيطان والمستوطنات. نتكلم عن استيطان بدأه الاحتلال بأنواع مختلفة من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية. بدأ بالاستيطان الرعوي ببناء ما يقارب 13 مستوطنة رعوية في مناطق الأغوار المختلفة، أحضر مئات الأبكار والأغنام. هذه الأبكار والأغنام تتجول في الأراضي الفلسطينية وفي المناطق التي كان يرعى بها الفلسطينيين. الآن طبعا تسيطر هذه الأغنام والأبكار والبقر الفلسطينية على أكثر من حوالي 10% من أراضي الفلسطينيين. نتكلم عن سياسة الاستيطان الثاني، الاستيطان السياحي، وذلك باحتلال المستوطنين لأكثر من حوالي 17 نبعة فلسطينية في خربة الدير والساكوت ومنطقة عين الحلوة والشك وغيرها، ووضع ألعاب ومراجيح والتنزه حول هذه الينابيع الفلسطينية وعرمان الفلسطينيين من حقهم طبعا في الوجود. هذه الينابيع تشكل ضرورة وأهمية بالغة للفلسطينيين لري مزروعاتهم، لري أبكارهم وأغنامهم. وبالتالي نحن نتكلم عن استيطان مستشري. الآن نحن نواجه الاستيطان بالعلم. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بدأوا بوضع أعلام إسرائيلية عفوا بالقرب من خيام السكان الفلسطينيين على أراضي السكان الفلسطينيين، وبالتالي إذا ما وقع هذا العلم من الرياح يقوم بالاعتداء على المواطن الفلسطيني. اليوم العلم على مساحة متر، وغدا تصبح حول هذا العلم آلاف الدولمات مسيطر عليها من قبل الاحتلال. نحن نتكلم عن استيطان، وخاصة بعد حرب 7 أكتوبر بدأ المستوطنين يأخذوا كل زمام الأمور بأيديهم. يساندهم جيش الاحتلال، تساندهم الشرطة، يساندهم كل مؤسسات الاحتلال من أجل بس نفوذ الاحتلال على كل الأغوار، على أراضي الأغوار، على الحدود، على المياه، على كل شيء. يعني تكلمنا الآن طبعا يعتدوا على كل شيء فلسطيني في مناطق الأغوار. الينابيع التي تستولوا عليها يقوموا طبعا بالتجوال حولها، ويكون هنالك آلاف من المستوطنين تستجم على هذه الينابيع، وبالتالي هي سياسة طرد المواطن الفلسطيني عن هذه الينابيع. عملية وضع القرفانات المتناثرة هنا وهناك كبؤر استيطانية جديدة، وهذه القرفانات تصبح طبعا كما تكلمنا اليوم قرفان على 10 متر، غدا تصبح آلاف الدولمات وتصبح مستوطنة. كل المستوطنات التي أقيمت في منطقة الأغوار بهذه السياسة، أول مستوطنتين في الضفة الغربية كانت طبعا على الأغوار، مستوطنة أرجمان ومستوطنة ميخولة، طبعا أقيمت في شهر 1/68. اعتداء يومي للمستوطنين، ملاحقة الرعاة في الجبال، مراحقة المزارعين، الاعتداء عليهم، حرق مزروعات الفلسطينيين، قطع الطرق أمام الفلسطينيين طبعا، ومنعهم من رعي أغنامهم أو التجوال في أي منطقة. طبعا الآن يتم ليس فقط من المياه، الآن يتم حرمان المواطن الفلسطيني من التنفس حتى بهواء الأغوار الفلسطينية. نتكلم عن سياسات متبعة، يحرم الفلسطيني من كل شيء. نحن نتكلم عن مستوطن يأخذ ما يقارب 88% من المياه، والفلسطيني يأخذ 12% من المياه، وهذه مياه فلسطينية. نتكلم عن 100 نبعة فلسطينية تم تجفيفها من خلال ما يسمى شركة ميكروت، التي حضرت آلاف الأمطار بالأرض وبالتالي جففت المياه السطحية للفلسطينيين. نحن نتكلم عن سياسات قطع أرزاق الفلسطينيين في تلك المناطق من خلال سياسات متعددة، تجفيف أراضيهم، حرمانهم من المراعي، ملاحقتهم، الاعتداء عليهم، مصادرة مركباتهم، عملية هدم متواصلة من قبل مؤسسات الاحتلال. أكثر من حوالي 370 إخطار فقط منذ بداية العام حتى الآن لعائلات فلسطينية تسكن في خيام وبركسات. هذه الإخطارات تعطى على فم الجرافي، وبالتالي يبنى في المستوطنات، يبنى في المعسكرات على أراضي السكان، لكن يحرم المواطن الفلسطيني من بناء خيمة على أرضه. هذا وجود. نحن نتكلم الآن أن الأغوار تعيش في خطر حقيقي، الأغوار ليست بخير. نتكلم فقط لم يبقى من الأغوار إلى إغلاقها بالبوابات الحديدية والأقفال، كل شيء يعاني في هذه المناطق. المواطن الفلسطيني الذي يسكن في خيمة يشكل واقع حقيقي ضد الاحتلال وضد المستوطنين. نحن نناشد من أجل أن تكون أولوية للأغوار توفير ما يلزم للسكان مقومات الحياة والبقاء والصمود من أجل استمرار في الحياة. هذه أراضي فلسطينية، الأغوار تمثل الكرامة الفلسطينية والامتداد الحيوي لأي كيان فلسطيني. انتقلنا إلى خربة الحمة، حيث لا يختلف الوضع كثيرا عن خربة الدير.
جميع أراضي أو معظم أراضي خربة الحمة تتعرض للاستيطان، يتم مصادرتها من قبل بؤرة استيطانية عشوائية أو إعلانها كمناطق عسكرية مغلقة يمنع التواجد فيها. أصل هاي القرية من ما خلقت عدور أبوي وسيدي، وهاي مكابرها هذي موجودة هون ناحة وهون ناحة عدور الدولة العثمانية، وهاي قرية قائمة موجودة شايف. وهجروها في 48 خفت أهلها وردت رجعت مثل ما هي، وعاودت في 67 يعني عقب ما كبيت ردوا أجوا هدموا البلد هاي كلياتها في 67 في شهر 9 في 67. كان في ناس هون بكت هون فيها حوالي مش أكلم من 50-60 عائلة كبار كلهم يعني كبار عائلات كبار بكت شايف. وفي 67 هدموها كلياتها نهائيا وشردوا أهلها شايف. أغلبهم إشي طاع البيضة، إشي طاع بردلة، إشي طلع على طوباس، إشي راح عريحة، هجرت الناس، إشي راح على الأردن، إشي مش قدرت تفهم شو وين راح يعني. اللي ضالين هذس الموجودين كلياتهم أصحاب خيام، فيش إلا السكن هذا اللي عندي أنا بنيته في ثنتين قبل 67 ظلين بكليت ساكن فيهن أنا وحياة أبوي شايف. وهذول اللي بنيتهن أنا هدوهن 3 مرات ورديت بنيتهن. يوم المستوطنين يعني حابسيننا حبس يعني سجن في زلزالة عاملينا يوم شايف. وفي الليل بفوتوا وفي النهار بفوتوا وبسلكوا وبتهتموا على الناس كثير يعني، و يعني أعمال بربرية جدا 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 شايف. أعمال بربرية جدا من المستوطنين. يعني اللي صار من المستوطنين من 7-8 سنين هذول المراكن يعني في الحياة أنا بقول فيش ولا دولة بتشهد فيها هذا الحاجة، ولا في عالم بطيقه، ولا في بشر على في الإنسانية بتحمل بتتحول من المستوطنين. تحمل هذا من المستوطنين يعني إشي ممنهج، إشي بربري، إشي يعني مخزي، يعني مخزي العادة شايف. الحديث اللي بنسمعهم مخزي شايف، وحامل لك السلاح وتشف ما بلاطم مخرز يعني، هو حامل السلاح وإحنا عرا في صدورنا وهالشباب كله يطع عراس تبقى تتفلت. بس يعني ما بصير هذا الحكي، وانفتح ثم الواحد بطخه هاي كديش طخوا عالم وكديش كتلوه المستوطنين. بنجيب الجيش منين؟ هو الجيش إسرائيلي. تنكال هاي أرض إسرائيلي؟ ما هي ما لكش أرض هون. طب ما هي داري كواشين طابوا معاي في الأرض، هاي كل الأرض أخذوها كواشين طابوا مطوى بكليات أخذوها شايف، مسجل في اسمي وفي اسم أبوي. أكثر من 300 دونم اللي أخذوهن كلياتهم، زرعوهن نخل وزرعوهن زيتون وطلعوهن المي منين ما كان. وهاي أنا هون من 67 لليوم أنا شايف، وانا موجود هون من ما خشت اسرائيل قبل موجود قبل اسرائيل تخش احنا هون موجودين في هاي القريه لليوم. لا مي ولا شارع ولا شيء. ربما في هالسنتين هذول الماضيين في مؤسسه جابت لنا حتى الطاقات شمسيه مري شمسيه، ان الله لا يستحي من الحق شايف. اما مش مسموح لنا ولا نحط عمود او طوبه مثل هاي نهائيا، يعني عايشين عراه في هاي البلد وهي في ارضنا وفي وطننا، لكن هم مثل ما بقولوا هاي الارض مش لكم، احنا بنقول لهم هاي الارض لنا. طبعا عشنا فيها احنا مش لحالنا، عشنا احنا وابانا واجدادنا. يعني اللي بثبت لك انت لما بكون كبر مش ابوك ولا سيدك ابو ابوك، سيد ابوك يعني ابوي لما يكون هذا كبر سيد، هذا هو مطوق، هذا هو في البلاطه. طب شو بدك تقول؟ طب شو جاب سيدي هون؟ سيد ابوي مش سيدي. عمي ما تنكسش يعني على 700 دولار. شو لنا حاليا؟ ولا غير الدار، الدار اللي احنا فيها وبيجوا بتهجموا علينا فيها. هاي الارض هاي تبعي هون، هاي مزروعه شايف، جاب الغنم والبكر ورعيها وبكري محبوس انا في الجوع. شو رايك؟ جاب انا زارعها وحرطها في الليل مشان ما يشوفنيش، جاب البكر وجاب غنم، جاب غنم عنده غنم هذا اكثر شيء، جاب الغنم في الليل عكول الله وكيل شايف، وفي النهار
وعمدا بشغل مجاكر محط الغنم فيها منه هي بس سبلت شايف وصار يلعب فيها. احنا كنا حاطينها كنا بجوز نحصد منها سوي حبه كمح طحين الابيض هذا من عجز ناكله بدون حبه كمح والله دهتها ورعيها وقاعدين على السكال ونصور فيه. هذاك وين ذاك الخازوك شايف المشاتيح هذاك غادي المشاتيح ذاك الخازوك هناك شايف بقول له ليش هذا يا سوري واحد اسمه بقولوا الاولاد بخرفوا عنه اسمه خاخام خا لخمن 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 اسمه شايف تفضل شايفه وين اضيف الصيره صورها وشوفها ولا بتطلع من كيم من قدام بنحط لها مثل ما بنحط في الصحن لاولادنا ولا بتطلع لا روحها ولا جنب ممنوع ان طلعت ياش ولا ياش اللي بيقضبوها باخذوها خلوا بسلكوها شو نتخرف تفضل قل لي هات شو منين جو لمين نشكي هيئه الامم ضدنا